الزمني كان في تحدي 6 دقائق 5 ثواني 8 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس والمركز الثالث كانت تتواجد في الفاتنة هادب الحزمي بقناص العامري. يا سلام، إذا هذا التواصل وينطلق شوط جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء في كل مكان، أحييكم أجمل تحية وأرحب بكم مع ثاني أشواط هذا المساء، ثاني أشواط الرموز في هذا المهرجان، الرموز الذهبية وأول الرموز في سن الحجايج. مشاهدين الأعزاء، انطلق شوطنا الثاني حاملا 23 قعود من مسافة 4 كيلومترات بحثا عن البندقية في هذا المهرجان، في مهرجان ختامي المرموم 2014 لأبناء القبائل للإنتاج، أيضا للإنتاج. شكرا يا سيدي، شكرا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، داعم هذه الرياضة بكل أشكالها وفئاتها. نتجه مباشرة مع مقدمة الشوط، حيث أن الكيلومتر الأول والنصف انقطعت من بداية الانطلاق، ونعود إلى المركز الأول الجذاب للسيد سعيد بن سالم بن مطر بن حاذه اللي اشتبه في المركز الأول. المركز الثاني اللي هو راهيل أحمد بن ظفر بن خموشه العامري، وفي المركز الثالث يأتي مصيحان السيد حمد بن سالم بن علي بن يهويل المري. رابع المراكز من نصيب شاهين السيد سلطان بن سالم بن محمد الوجيدة الكربي. مشاهدين الأعزاء، نقل إلى المركز الخامس لنرى هناك رياض لعلي بن ساري بن بلوش المزروعي. وفي سادس المراكز يأتي سراب المركز الخامس. مشاهدينا الكرام، اذا الدور دور سراب للسيد خالد بن حمد بن راشد النعيمي، نقله تاليه على المركز السابع. وبنشوف اللي يحتل مشاهدينا الكرام، طفي للسيد محمد بن بخيت بن نوبي العامري يليه في المركز الثامن. الدور لك يا بن دري مسلم بن علي بن دري المنصوري، وهذا راهي يبي البندقيه. نكمل أنا من خلال المركز التاسع، ويأتي دور السيف لسلمان بن صالح بن حمد المغير العتيبي، قادم من المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضيف. مرحبا بالضيوف، نواصل نداءنا الأول وذلك بختمه من خلال التعرف على من يحتل المركز العاشر. جبار للسيد سعيد أو هملول للسيد سعيد بن محمد بن مضحية العامري. هذا نداءنا الأول مشاهدينا الأعزاء، هذه نتيجتنا وبندقية الذهب لمن يا هل ترى؟ يبدو أن بن خموشة مسيطر على مجريات الأمور، 1600 متر على خط النهاية، هو يقود العملاق العيناوي راهي من الانتاج الشخصي، والدليل راهي واسم راهي لأحمد بن ظفر بن خموشة العامري. بينما من الجانب الآخر يأتي دور الجذاب. يا سلام، سعيد بن سالم بن مطر بن حاذة الاجتبي المركز الثالث. المعركة الطاحنة على المقدمة وعلى بندقية المرمومة 2014 للإنتاج. مصيحان سيد حمد بن سالم بن علي بن جهويل المري. المركز الرابع الدور لك يا راهي مسلم بن علي بن دري المنصوري. خامس المراكز مشاهدين الأعزاء، اللي يحتل سراب خالد بن حمد بن راشد النعيمي. 1200 دخلناها، الكيلومتر الاخير. الله، يا سلام، الجذاب يجذب البندقية في هذه اللحظات، يتجه اليها، ولكن راهي يرهي على الشوط، يرهي على مقدمة هذا الشوط بحثا عن الرمز الاهم في المرموم في هذا الختام ال 2014. ايضا راهي يليه ويلي الجذاب بن يهويل مصيحان. يا سلام، طيران الى البندقية، الى منصة تحفة ميادين السباق، الى هذا المنظر الجميل، الى الميدان الذكي، الى النهاية، الى 4 كيلومترات، وماذا تخبئ خطوط النهاية؟ الجذاب. يا سلام،
الله 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 الله. مظفر بن احمد بن مظفر محمد العامري وايضا سعيد بن سالم بن مطر بن حاذا. معركه طاحنه معركه، ولكن النعيمي سراب سراب لخالد بن راشد بن النعيمي، ينطلق يفجر يتغلغل ما بين الاثنين ليخطف البندقيه. سلام 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 يا العين يا سلام، سلام يا العين يا دهر زين. الله يا مغافه الله يا مغافه، استمر واصل خطوط النهايه العملاق. عينويه عينويه في الحالتين عينويه. الله 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 الله، سراب يعلن خطفه لبندقيه الذهب للسيد خالد بن حمد بن راشد النعيمي. ياتي راهي للسيد احمد بن ظفر محمد العامري اليذاب، ثالثا لسعيد بن سالم مطر بن حاذا الاجتبي المركز الرابع. وصل في صيحان السيد حمد بن سالم بن علي بن جهويل. وفي المركز الخامس اللي فاز بالمركز الخامس رياض لعلي بن ساري بن بلوش المزروعي. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء للمراكز المتقدمة الأولى، ومن خطف بندقية الذهب للإنتاج للقعدان. ها هو سراب مشاهدين الأعزاء للسيد خالد بن حمد بن راشد النعيمي بالفارق الجميل بالفارق الرائع بالمنافسة القوية ما بينه وبين راهي للسيد أحمد بن مظفر بن محمد العامري. معركة طاحنة على البندقية ما بين الاثنين، نتركها للجان التحكيم الإلكتروني أيضا بذكائه المرموم. مشاهدين الأعزاء يسيطر على المواقف كهذه إن شاء الله. تهانينا للجميع تهانينا. يبدو أن العملاق العيناوي على كل حال المركز الثالث اللي وصل ثالثا الجذاب للسيد سعيد بن سالم بن مطر بن حاذا الاجتبي. يبدو ان الدخول جماعي للتوقيت هو 6 دقائق وجزء واحد فقط لغير. تهانينا للجميع مشاهدينا الاعزاء، لكل من فاز لكل من يستحق الفوز. نهني الجميع في ايام هذا المهرجان ونحن في بدايته. نتمنى التوفيق لكل الحاضرين.